الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه والاخوات فارحب بكم في هذه الحلقه واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول ونسمع، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ايها الاحبه ان يوم عيد الاضحى هو افضل ايام العام وهو افضل ايام الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وهذا اليوم العظيم له أسماء وهذا اليوم العظيم له أسماء كثيرة فهو يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى وهو يوم العيد الأكبر وهو يوم الحج الأكبر ومن فضائله أنه أفضل العيدين الإسلاميين وأكبرهما وفيه من شعائر الإسلام الظاهرة ما ليس في يوم عيد الفطر من ذبح الاضاحي لله سبحانه وتعالى ومن حج بيت الله الحرام لمن كان في مكه وغير ذلك وللاسف فاننا نجد بعض الناس هدانا الله واياهم ممن يقول نحن لا نحس بفرحه عيد الاضحى كما نحس بفرحه عيد الفطر بل بعضهم يزعم جهلا ان عيد الاضحى هو عيد الحجاج وهذا امر خاطئ فان الله سبحانه وتعالى شرع عيد الاضحى في السنه الثانيه من الهجره ولم يشرع الحج الا في السنه التاسعه فكان المسلمون يفرحون بهذا العيد منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثانيه من الهجره فهو عيد عظيم وهو افضل العيدين وهو اكبرهما و وسبب قول ماذا لانهم لا يجتهدون في العباده في ايام عشر ذي الحجه فان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من ايام العمل الصالح فيهن اعظم واحب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ففي عيد الفطر تجدهم يجتهدون في الصيام والقيام ولله الحمد فيحسون بفرحه عيد الفطر واما في عيد الاضحى فانهم يغفلون عن هذه الايام العظيمه ايام ذي الحجه فلا يستشعر احدهم هذه الفرحه ولو اجتهد فيها لذاق الحلاوه اضعافا مضاعفه مما في عيد الفطر وكلاهما عيد اسلامي يفرح فيه بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك في هذا العيد وفي ايام عشر ذي الحجه تجتمع امهات العباده مما لا تجتمع في غيرها من تحقيق الشهادتين والصلاه والصدقه والصيام والحج وفيه في هذا العيد اجتماع عيد الزمان وعيد المكان فان عيد الفطر فيه اجتماع المسلمين في عيد زماني وهو يوم عيد الفطر واما في الحج فان المسلمين يجتمعون في الزمان في سائر الامصار ويجتمع فيه المسلمون في المكان في بيت الله الحرام في مكه شرفها الله سبحانه وتعالى كذلك ولو فرضنا ان هذا العيد ليس فيه الا مجرد التاريخ او الذكرى الا يستحق ذلك الفرح لننظر الى اعياد غير المسلمين ولننظر الى الاعياد البدعيه والباطله ليس فيها الا مجرد الذكرى تاريخ يتكرر سواء على مستوى الشخص او على مستوى آه المجتمع فانهم يفرحون بذلك ويسرون به وليس فيه شيء الا مجرد الذكرى فالا يستحق هذا العيد وهو افضل ايام السنه ان يفرح به وان يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ايها الاحبه ايها الاخوه والاخوات ان اعيادنا نحن اهل الاسلام اعياد حقيقيه ما معنى اعياد حقيقيه يعني يوم العيد نفرح بما في هذا العيد من شعائر وعبادات وبما فيه من اعمال واما اعياد الامم الاخرى فانها في اغلبها ذكريات يوم انتصار يوم ولاده او اشياء ماديه بحته كتغير فصل او غير ذلك فاعيادنا نحن تتعلق باجل غايه واشرف غايه بل الغايه التي لا غايه سواها وهي عباده الله سبحانه وتعالى فلننظر الى عيد الفطر فانه ياتي بعد اداء الركن الرابع من اركان الاسلام وهو صوم رمضان وعيد الاضحى يتعلق بالحج الى بيت الله الحرام وفيه ذبح الاضاحي بالاضافه الى ان كل عيد من هذه الاعياد فيها من العبادات من الذكر والتهليل والتكبير والتحميد وصلة الرحم فيها عبادات لله سبحانه وتعالى وعيد الفطر فيه زكاة الفطر وعيد الاضحى فيه ذبح الاضاحي اذا عبا اذا اعيادنا ترتبط بعباده الله سبحانه وتعالى ترتبط باداء الغايه التي خلقنا من اجلها وهي عباده الله سبحانه وتعالى اذا فهي اعياد حقيقيه يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأحبة إن الفرح مقسوم على الناس طائفة استعملوه في الشرك والباطل كل حزب بما لديهم فرحون وطائفة استعملوه في الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وطائفة استعملوه في ما يحب الله ويرضاه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح بنعمه الله بالعيد من شعائر الدين هو الفرح المحمود الذي يحبه الله سبحانه وتعالى كذلك فان اعياد غير المسلمين والاعياد البدعيه والباطله تجد فيها الفوضى والفساد لان العواطف لا تنضبط واما اعيادنا فانها منضبطه بالشرع لانها فيها خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى لانها عباده لله سبحانه وتعالى فالحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا جل وعلا. ايها الاحبه ان بناء البيت العتيق والكعبه المشرفه كانت اعلانا للتوحيد الخالص واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا فما رفع البيت العتيق الا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وكان الله يقول اذا كان المشركون يحجون الى معبوداتهم ويتقربون لهم بالنذور والقرابين فتعالوا الى ضيافتي، تعالوا الي والعباد يجيبونه بالطف جواب فيقولون لبيك اللهم لبيك، ايها الاحبه ان النسك معنى النسك العباده والناسك هو العابد، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن خص في الشرع اسم النسك على مناسك الحج وعلى الاضحيه، لماذا؟ لان الخضوع فيها والذل لله ابلغ من غيرها فالذبح لله فيه اراقه الدم فحسب ومناسك الحج فيها من الامور ما لا تظهر فيه الحكمه كالطواف بالبيت وكحجر يقبل وكحجر يرمى وكالسعي بين الصفا والمروه لاننا خلقنا لعباده الله سبحانه وتعالى فزد شرفا ايها المسلم وزد فرحا بان الله سبحانه وتعالى هداك لهذا الدين دين التوحيد فاذا كان غيرك يتكبد الاسفار ويقطع القفار وينفق الاموال ويشد الرحال لاجل عباده غير الله لاجل عباده مخلوق مثله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ويقول الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وانت هداك الله للتوحيد لا تعبد الا الله ولا تخافوا الا من الله ولا ترجوا الا الله ولا تخضعوا ولا تعبدوا الا الله سبحانه وتعالى وهذا هو معنى لا اله الا الله وفي الختام يسن التوسعه على الاهل في يوم العيد واظهار الفرح والسرور سواء على مستوى الفرد على مستوى الاسره على مستوى المجتمع على مستوى البلد فان هذا من شعائر الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير وهدى وان يجعل افراحنا في طاعته ومرضاته والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله